مرحبا بكم معايا من جديد في قناة مريم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غادي نبداو ان شاء الله في هذه الفيديوهات الماجيين، وغادي نخدم فيهم يعني غنوريكم فيهم شي حوايج بالنسبه للرندا وبالنسبه للبنات اللي باديين كيتعلموا، بالنسبه للخدمه اللي غادي نخدمها وكيفاش غادي نبداها. ولكن بالنسبه لبعض الحوايج راني ديجا انا خدمتهم ودرتهم لكم في فيديوهات، لانني انا كنت خدمت واحد السلسله خدمت فيها الجلابه من أ حتى الزد، يعني من الاول كيفاش حتى الاخر، يعني نفس الطريقه غادي نتبعها هنايا. بالنسبه مثلا للتكفيفه، انا هنايا الثوب كما كتشوفوا راه كففته كامل، كففت الجلابه ديالي كامله. فانا هاد الفيديو ديال التكفيفه راني درته ديجا، ما غاديش نعاودو دابا. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، هادشي بالنسبه للمبتدئات. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، ما عليكم الا تدخلوا ليه وتعرفوا كيفاش كنكفوا الجلابه كامله. كنتمنى هاد الفيديو تعجبكم، تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا. بالنسبه اللي ما مشتركش في القناه ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي هو اسفل الفيديو وتشتركوا في القناه. مرحبا بكم عندي في القناه، كنتمنى نكون عند حسن ظنكم وتستافدوا من القناه مريامه. ما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس اللي كينحدى زر الاشتراك باش توصلوا دائما باخر الفيديوهات اللي كنزلهم في القناه، وتكونوا نتوما السباقين علاش لا الجديد اللي كنحطوه في القناه تشاهدوه. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليوا لي طبعا لايك، وتخليوا لي كومونتير تقولوا لي فيه الراي ديالكم في الشرح ديالي في التصوير، لان هاد الملاحظات الدور كيعاونوني بصح باش نزيد بالقناه للقدام. دائما كنتمنى نقدم لكم الافضل. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم. غادي نبداو بهاد الجهه مع الجهه الاخرى. المهم كما كتشوفوا بحال هكا بحال هكا، غادي نعبروا هنايا تقريبا 7 سنتيم. المهم بيتو تعبروا بصبعانكم، راه كتخليو 4 صبعان، بيتو تخليو بيتو تعبروا بالسنتيم، عبروا بالسنتيم. نجيب السنتيم ديالي غادي نعبر به تقريبا كما قلت لكم هانتوما دابا ديال 4 صبعان راه هي 7 سنتيم. المهم خليو 7 سنتيم، غتمشي لينا 1 سنتيم هنايا ديال التكفيفه. بيتو تخليو 7، بيتو تخليو. المهم انا هنا غادي نخلي بحال هكا هانتوما 7، نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى هكا. هنا فين غادي نبدا الملاقيه ديالي، مو غادي نجيب مخداتي هاد الجهه هادي ونحط الجهه الاخرى هنايا. المهم غادي نبعد بيناتهم على حساب شحال ديال العدد ديال الغرزات انا بغيت ندير. هانتوما كنلاقيوهم كنقربوهم من بعضياتهم بحال هكا. هنايا كما كتشوفوا غادي نخلي دابا هنايا مسافه، غنخلي تقريبا عبار ديال 4 الغرزات هكا. هنايا كما قلت لكم غنخلي 4 عبار ديال 4 الغرزات هنا هكا. انا غندير الملاقيه ديال الكرميط ان شاء الله قبل ما نبداو. من بعد التكفيفه ديال الجلابه ديالنا ولا القفطان كنوجدوا واحد العدد ديال الخيوط، يعني باش ما نبقاو نحبسوا الخدمه ديالنا ونخدموا على راحتنا كنبرموا اما واحد اوقيه ولا جوجات. غادي نخدم بحرير مبروم على 3 الشعرات، بغيتو تخدموا على 2 على 4، المهم هادشي كيبقى اختياري. المهم كما كتشوفوا الحرير مبروم على 3 الشعرات، وهنايا البرة ديال الرندا. بالنسبة للبنات اللي كيسولوني الرقم ديالها، راه الرقم ديالها النمرة ديالها 5، ولكن راه كاينين بعض المدن بحال مثلا أكادير ما كيقولوش النمرة 5، كيسولوك البرة كتقولي ليه البرة ديال الرندا كيقول لك واش غليظة ولا رقيقة. يعني كاينين جوجات، كاينة رقيقة وكاينة الغليظة. فهادي الغليظة كما كتشوفوا الغليظة. المهم كنجيو كنشدو غرزة هنا، بالنسبه اللي ما عندهاش راه ممكن تخدم ابره عادي، يعني كيبقى غير هي عوينه ديالها واسعه كتسهل عليك تدخليها في يعني تدخلي فيها الخيط. هانتوما كنشدو هنايا غرزه شفتو وكندخلوا الابره ديالنا فهاد الدوره هذه. كنجي هنايا حدا هاد الغرزه كنشد غرزه وحده اخرى هنا بحال هكا، شد غرزه وحده اخرى بحال هكا. كنجي هنايا هاد البلاصه هنا وكندور الخيط ديالي على البره بحال هكا، وكنطلع الغرزه ديالي الفوق، كنجر الخيط ديالي الفوق. كنجي تاني هنا هاد البلاصه هنا كندير بحال هكا وكندور الخيط ديالي على البره عادي. راه فهنا غادي نبنيو الغرز ديالنا باش يعني كاينه هاد الطريقه وكاينه الطريقه اللي كنديرها لكم دائما في الفيديوهات، الطريقه العاديه والاصليه يعني الاولى اللي كانوا كيخدموا بها المعلمين.
المهم هكا كنديرو بحال هكا، تندخلو تاني البرا ديالنا هنا، ندورو عليها الخيط بحال هكا وكنجرو للفوق. هنايا ها وحده، ها التانيه، دابا منين غيكون عندنا هنايا 4 نشدو في التوب. صافي، هانتوما كندخل تاني البرا ديالي هنا بحال هكا، نجي تاني هنا ثلاثة، أربعة. المهم عندي دابا هنايا ثلاثة، في ثلاثة كما قلت لكم، وفي نفس الوقت كنضربو ثلاثة من هاد الجهة هكا، ونجي نضرب تاني هنايا الغرزة الرابعة هكا. من غنضرب هاد الغرزة الرابعة صافي غادي نشد في التوب بحال هكا، نشد في الجهة الأخرى فين تراسيت هكا هكا، وكنزير مزيان لتحت باش كتزير لي هاد البلاصة ما توسعش عندي. كنجي تاني هنا نضرب غرزة واحدة أخرى الرابعة هنايا في هاد الجهة الأخرى هكا، وكنضربو غرزة في التوب هكا. دابا كنزلو بربعة الغرزات عادي هكا، واحد، زوج، هنا ثلاثة، أربعة، بحال هكا أربعة الغرزات، وكنشدو غرزة في التوب بحال هكا، كنشدو غرزة في التوب وكنرجعو تاني نطلعو. انا ديجا الصراحة خدمت، راه مراه يقدر يبان لكم هنايا بلاصة الغرازي، حيت المهم عندي مشكل في التصوير، بقى ليا تاني مشكل ولات كتعكس ليا التصوير. المهم هادشي حيت كنقطع، ما كنبقاش دايما نحط الفيديوهات، فكت ملي كتطبطي ما كتصوريش صافي كيتلف عليك كلشي، المهم كيوقع لك مشاكل. هانتوما واحد، هنا زوج، ثلاثة، أربعة، صافي. المهم كنحافظوا على أربعة الغرزات هنا كما قلت لكم، ما تباعدوش بين الغرزات باش ما تجيكمش الخدمة مكروفة بزاف. ملي كتباعدوا بين الغرزات هنايا في التوب وكنجيو كنخدموا هنا، الرندة كتجينا كيجينا التوب مجموع بحال هكا، هذا هو الخطأ. المهم ملي كتزيروا، ملي كنشدوا غرزة الفوق كنزيروا الخيط كنجروه لتحت، وملي كنخدموا هنا لتحت كنجروه للفوق هكا باش كنجمعوا الخدمة ديالنا. تاني غننزل بحال هكا، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، انتم أربعة. نضرب هاد الغرزة هنا، منين نطلع نضرب غرزة هنا، واحد، نضرب غرزة هنا. دائما كنزيرو غرزة في بلاصتها، والتوب كنردوه يشد لينا واحد الاتجاه ديال العبار ديال هاد الخدمه اللي غادي نديرو باش ما يتوسعش لينا. انتما كننقز هادي وحده وهاد الثانيه، عاد كنجي كنضرب هادي هكا، وكنشد غرزه ديالي تاني في التوب كما قلت لكم. ما تبعدوش بين الغرزات وما تشدوش بزاف في التوب، ما تشدوش مثلا تضربي غرزه هنا تشدي قد هكا في التوب، راه ما غاديش تجيك زوينه. المهم كنجيو هنايا في هذا الخويط كنضربوا ثلاثه ديال الغرزات باش نعوضوا، واحد، زوج، ثلاثة، باش نعوضو ثلاثة الغرزات اللي خص يكون عندنا. عاد باش كنشدو هادي هنايا هكا، وكنضربو غرزة تانية كيما قلت لكم، ما تجيوش تشدو قد هكا، شدو غير شوية باش تجيكم الخدمة زوينة هكا. نضربو تاني غرزة هنا وغرزة بين كل جوجات من هادو، يعني غرزة هنا، ونحاولو نفصلو هاد الغرزات هادو، نحاولو نفصلوهم غرزة وسط منهم. نتوما واحد، جوج،
انتم عندي هنا 1 2 3 4، دائما ردوا البال العدد ديال الغرز اللي عندنا، ما نديروش قل ولا اكثر من العدد المطلوب. انتم كنزلوا تاني، وسهلة. انتم 2 3 4، ونشد غرزة هنا هكا، نشد غرزة ونعود نطلعو. دائما كما قلت لكم كنجمعو التوب، كنجمعو التوب. المهم هادي كلها نصائح كنتمنى تستافدو منها باش هكا تصدق لكم الخدمة زوينة وتشكروني طبعا. المهم انتوما نكملو. هانتوما ننزل تاني، نطلع مازال هاد المرة ونزل بالحبكات. انتوما 1 2 3 4 هكا، نضرب هادي، نضرب غير هادي، ونجي هنا ندخل البرا ديالي هنا بحال هكا، نطلع الخيط بحال هكا، ندير 1 2 3 4 5. المهم ندير 5 ونضرب هادي هنايا بحال هكا، ونشد غرزه في التوب هنا هكايا. كنرى دابا الطريقه واضحه، غير غادي نكملو بنفس الشكل. هانتوما نضرب غرزه هنا، وحده هنا، وحده هنا، وبلاصه هاد الخويط تاني نضربو فيه 3 د الغرزات. هانتوما نشد غرزه في التوب ونضرب هنا وحده، هاد 2، هاد 3، 3. بالنسبة للبنات المبتدئات تدربوا هو الأول في الغرزة ديال عفوا في الروندة ديال 1 ديال الحبيك، هو الأول، عاد ديال 1 عاد ديال 2 غرزات، هكا كترخ في يديكم كتعرفوا المبدأ كيفاش كتضربوا غرزة ديال الروندة، وراه كتجيكم من بعد أي خدمة ممكن تخدموها، غير تشوفوا الطريقة وتتبعوا معاها راه غتجيكم سهلة. هانتوما هنايا كما لاحظتوا ضربت 3 ديال الغرزات، والرابعة ضربتها هنايا، غنرجع تاني بربعة. هاديك هي الهبطة الأولى، عندي هنا 3 ديال الهبطات، عاد باش كنطلع وكننزل بالحبكات. هانتوما 4 تاني، 2 3 4، نشد غرزة في التوب. واحد، 2. المهم هاد الخيط كما كتشوفوا منين كيوقع لكم هكا بحال هكا، يعني كي تيتخبل لكم ولا شي حاجه، كنحلو تنديرو بحال هكا، كندفعو وكنقطعو هاد الشي الفوق هنا، كنقد الخيط ديالي وكنرجع نكمل بيه، كنرجع نكمل بيه الخدمه عادي. انتما دابا غتشوفو غادي يولي مقاد، ما غاديش يبقى يدير ليا مازال، مابقاش يتجمع ليا. انتما 3
وما نحاول معاه. هاي ثلاثة، أربعة، هذه هي ثالث نزلة كما قلت لكم. هنا واحد، زوج، ثلاثة نزلات هكا. فاش كنطلع كنزل صافي، كنزل بالحبيك. طبعا نشد هنا، نشد في التوبانه هنا الخيط، ني تقرب يتقاضى ليا. المهم نخدم بيه مازال. نطلع كما قلت لكم هنا، واحد، زوج، ثلاثة. كما قلت لكم هذه آخر مرة نطلع وننزل بالحبكات هكا. نشد غرزانة، نرجع غرزة بهنا، هنا نشد غرزة هنايا هكا، وندير الحبكات ديالي، خمسة ديال الحبكات. ما عرفت هاد الخيط واش غيكملهم ليا. المهم هانتوما، وحدة، زوج، ثلاثة، أربعة. كنحاول نكمل بيه. ثلاثة، أربعة، هادي أربعة، بقات ليا وحدة، أربعة، خمسة هكا. عاد كنشد هاد الغرزة، غنشد بيه مازال هاد الغرزة وندفنو هكا. نشد بيه غرزة كيما قلت لكم، وغادي ندفنو هنايا، ونجيب خيط اخر، وغادي نكمل بنفس الطريقة اللي وريتكم لحد الان. صافي غادي نكمل الخدمة ديالي عادي كيما كتشوفوا. المهم هنا كنحسبو خمسة ديال الحبكات. هانتوما غادي تبان لكم، نجيب خيط هذا، راه دغيا هاد البرا دغيا كيدخل فيها الخيط. المهم كيما قلت لكم داكشي علاش نديرو الراندا، الخيط ديال الراندا كيكون صعيب يدخل في البرا. المهم كنجيو نشد غرزة فوق من هاد الخويط هنا، نيت بحال هكا، وندير هاد العوينة البرا ديالي هكا باش نشد الخيط. المهم هكا بحال هكا نقاد الخيط ديالي هذا، كنزيرو بحال هكا كما كتشوف، كنشدو مزيان باش تزير ليا الغرزة الاخرى. المهم هنايا كنجي كنضرب هنا هكا، وكنجي كنضرب فوق هنا. هانتوما كنضرب الغرزة ديالي هنا، وكنجي كنضرب هنايا الغرزة الاخرى هكا كما كتشوفوا. كنزير دائما الخدمة ديالي هكا عادي، كنخدم على هذا الخيط، ومن بعد ملي كنخدم عليه مسافة كنقطعو. ملي كنوصل هنايا فوق منه كنقطعو بالمقص. المهم دابا غير كنخدم عادي، غنخدم عادي حتى نوصل لحد ديال الفتحة.